في شأن المغربي، نفى محمد أجار وزير العدل والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، نفى أن تكون تحركات حزبه حاليا مؤشرا على انتخابات سابقة لأوانها. وأضاف أجار الذي حل أمس ضيفا على برنامج ساعة للإقناع، الذي تغير هو مجيء قيادة جديدة تريد أن تشتغل وأن تتواصل مع المغاربة بجدية واحترام لذكائه. هذه التساؤلات يطرحها جيش من الذين يزرعون في بلادنا ثقافة الإحباط والتئيس وكسر كل الهمم. أنا في هذا الحزب منذ عقود، منذ أيام الرئيس المؤسس أطال الله عمره السي أحمد عثمان، إلى السي مصطفى المنصوري، إلى صلاح الدين الزوار، إلى عزيز. إذن اليوم ما اتخذ يعني ماشي شي حاجة كبيرة خارقة، حتى هذا حزب قرر احتراما للدستور والقانون أنه يعمل العمل ديالو التأطيري مع المواطنين. شنو عمل هذا الحزب؟ تاخذ بالتطوع القيادات، الوزراء، البرلمانيين، النواب، وكيجتمعوا مع الناس لا أقل ولا أكثر، ويناقشون مع الناس. ما كاين لا جهة أوحت للحزب، من سيوحي للحزب؟ هذا هو الفكر الذي يمنع المغرب من التقدم. هذا هو الحزب، هذا الفكر السياسي يحبط المغاربة. منذ جلالة الملك له مشروع إصلاحي كبير، هو بناء دولة المؤسسات، هو تدعيم الديمقراطية في هذا البلد. ولا يوجد أكثر من جلالة الملك احتراما للدستور. من كيجي العدالة والتنمية هو الأول في النتائج، تيتسمى من عندهم رئيس الحكومة. إذن شكون اللي غادي يعطي هذه التعليمات لهذا الحزب؟ رئيس الحكومة؟ شي جهة سرية؟ ما إذن خصنا نتكلموا مع المغاربة بلغة الوضوح وصراحة. التجمع الوطني الأحرار حزب عادي يتحمل رئيسه المسؤولية ومعها القيادة ديال الحزب باش يشرفوا المسؤولية اللي تعطته.